مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نطلع عليكم اليوم في حلقة خاصة من برنامج إليك، ولأننا في شهر مارس، شهر الأمهات، شهر الربيع وشهر النيروز، إلى تلك التي تخضع لأجلها كل أيام السنة، إلى تلك التي بحنانها تشفى كل الجروح وبدعواها تزول جميع الصعاب، إلى تلك النجمة التي نهتدي بها في دروب الحياة، إلى التي وجودها في حياتنا يلغي كل الفصول ليبقى العمر ربيعا مزهرا على سائر الأيام. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اليوم لنا لقاء خاص مع سيدة اتسمت بالكثير من العطاء وقدمت الكثير من التضحيات لأجل الكويت وأبناء الكويت. هي أحد رموز الصمود والوطنية، امرأة لم تذخر جهدا في مد المجتمع بالطاقة المتجددة والعطاء الذي لا ينضب. هي الغائبة الحاضرة، هي المقاومة المجاهدة، أم الأسرى، المرأة التي حملت دمها على كفها، هي أجمل الأمهات. وأصبح لزاما علينا أن نكون لذكرها مخلدين، وأن نحاور أقرب الناس إليها. نجلتها التي ستكون خير مؤرخة لنضال والدتها رحمها الله، ابنة السيدة سارة الصايغ، الدكتورة أحلام. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا، شرفنا بوجودك معنا اليوم. الله يسلمك، الشرف لي حبيبتي، وشكرا لتلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا. في مطلع حوارنا اليوم دكتورة، يا ريت لو تكلمينا عن شخصية الأم سارة قبل فترة الغزو. أمي ما شاء الله عليها، يعني الله يرحمها، في كانت نشيطة جدا، يعني كانت من بدايات العمل النسائي اللي هو في الجمعيات غير النفعية التطوعية، اي، فكانت هي من مؤسسات وعضوات الجمعية النسائية الثقافية الاجتماعية، وكانت ماسكة مع زميلاتها وصديقاتها اللي هم بالفعل كانوا صديقاتها، الله يرحمها حصة سديراوي، والله يعطيها طولة العمر، خالتي رقية القطامي. فكانوا هم هذين الثلاث أكثر شيء اللي كانوا حرفيين، يعني يشتغلون بدينهم، يسوون الأشياء الحرفية اليدوية مثل المفارش والشراشف والفواط والأشياء اللي يهتم فيها كل بيت في الإكسسوارات. فكانوا حتى يعني من أشغالهم، طبعا حاطين تحتهم ناس يساعدهم تسوي معاهم، كانوا يسوون معارض في مصر، في السودان، في الدول العربيه، يسوون معارض خيريه حق اي مناسبه يحتاجون يعني الدول العربيه حق المساعده، فكانوا يقدمون هالمعارض ويعطون الريع مالها للحكومات علشان يعني يمرون من ازمتهم. يعني انا حتى حضرت، كنت ادرس في مصر، وسووا معرضين في مصر، فكنا احنا الطالبات نروح نشارك معاهم في البيع. ما شاء الله كان عندها يعني اعمال خيريه كثيره. اي من زمان هي تحب هذه الاشياء يعني، وكان معاها صديقاتها اللي هم يعني قلت لك عنهم، وفي بعضهم يعني متخصصين في نواحي ثانيه، بس هم اكثر شيء ذي اللي كانوا في حرفيه في شغل الخياطه والتطريز والامور هذه. علمنا من مصادر مطلعة أن السيدة سارة رحمة الله عليها أيام الغزو كانت موجودة ببريطانيا. كانت في إيطاليا. في إيطاليا. إيه. وبعدين لما سمعت بالغزو راحت. كلمين عن هذه الفترة. إيه. لما سمعت الخبر أنه في غزو، يعني شلون كانت ردة فعلها؟ شلون؟ طبعا ردة فعلها يعني صدمة ومفاجأة، مثلها مثل أي كويتي يعني موجود خارج الوطن رايح سياحة، يعني ما عنده من الشيطان طريق. فهم كانوا رايحين يتسيحون يستانسون بغض النظر شنو كانت الأسباب، لكن أن يقعدون الصبح يلقون أن الكويت راحت، هذا شيء كان طبعا مؤثر على الكل. هي طبعا سمعت الخبر فطارت من إيطاليا، راحوا بريطانيا، كانت هي مع صديقتها، راحوا بريطانيا بس علشان يشوفون شو السالفة،
لأن في إيطاليا الوضع مو مثل لما تكونين في لندن، هناك كويتيين وهناك السواح الخليجيين، وهناك كان يعني أكثر حيوية والأخبار موجودة هناك أكثر. في صحيح. فراحت هناك ولقت الكويتيين جمعين في الهايد بارك، يعني اللي قاعد يبكي واللي قاعد يصيح واللي ما أدري يعني شنو كان الوضع، لأن أنا ما كنت موجودة. بس أتذكر أنها كانت تدور أحد يوديها الكويت، فقالوا لها ما في أحد يدخل. كانت رغبتها أن ترجع الكويت. تبي ترجع أول ما سمعت الخبر تبي ترجع يعني. راحت لندن لقيت السالفة لا ما في يعني ما في قدرة ولا في إمكانية ولا في أي معلومات. راحت مصر. راحت مصر هناك بعد كانت تسأل نفس الأسئلة، يعني شلون أروح الكويت، أبي أدخل الكويت. قالوا لها ما في دخلة يعني، ممنوع ما يصير، وبعدين يعني دخلتش خطر، الناس قاعدة تطلع. وبعدين قالوا لها يمكن في السعودية في احتمال، لأن قالت ما بيدخل بالدخول العادي، قاعد تدور كل المنافذ أنه شلون تدخل مرة ثانية الكويت، ما تبي تقعد. وبعدين راحت السعودية وصارت تتحرك بين السعودية والبحرين. ولما سمعت بعدين ياها الخبر ان ولد خالي، يعني هو ولد اخوها عبد العزيز الله يرحمه، كان هذا اخوها الله يرحمه سعود الله يطول في عمره، كان رايح يجيب مرته واخت مرته، رايحين كم يوم يغيرون جو في مصر وتاركين عيالهم في الكويت. فراح بالسيارة طلع علشان يجيبهم يدخلهم حق عيالهم، لأنه صعب يطلع العيال معه. فكانت يعني هذه الفرحة أنها تسمع أنه هو جاي من مصر بالسيارة ويبي يدخل الكويت من السعودية. فأعتقد كانت هي في البحرين سمعت، راحت السعودية عشان تلتقي فيه يعني. لقيتها ودخلوا الكويت، بس مو طبعا دخول الرسمي، دخلوا من الصحراء. هذه الطريقه اللي دخلت بها الكويت. اي دخلوا اي تهريب يعني تسلل، يعني ما في طريق انك تدخلين الكويت، كان ممنوع مشدد يعني الحراسه. فدخلت مع سعود وزوجته واخت زوجته، وكانت بعد بالبحرين معاها يوم راحت هي البحرين ام واحده بحرينيه ماخذه كويتي، فبنتها والدة حامل في توم وموعد ولادتها وتبي تروح حق بنتها هناك تبي تطمن عليها. فصاروا هم أربع حريم مع سعود في السيارة، سيارة صغيرة. طبعا الكويتيين اللي دروا إن هذول بيدخلون الكويت ما يبقى شيء، ما حملوهم، اللي عطوهم فلوس حق أهلهم واللي عطوهم مكاتيب واللي عطوهم رسائل مفاتيح ملوت التجوري اللي رسائل اللي كل شيء عطوهم، اللي يقدرون عليه يعطونهم عطوهم. هذيل اخذوهم طبعا يعني ما توقعوا ان بيصيدونهم، ها، فكان كل شيء محطوط يعني معاهم. في الصحراء طاحوا عليهم العراقيين، فاخذوهم اعتقد ام قاصر او في منطقه في الكويت يم العراق، ما دخلوا وما ما وصلوا البصره يعني اعتقد ايه كذي يعني. فدخلوا يعني ولقتهم هذه السياره اللي فيها الجيش وخذوهم، بس خذوهم سيارتهم وقاموا يحاوطونهم ليما ودوهم المنطقه هذيك عشان ينزلونهم ويحققون معاهم اللي هو يعني. امي وهم بالسياره قالت لهم، لان كانت اكبر واحده فيهم يعني ذاك الوقت، صدق هذيك كبيره بس بحرينيه ما تعرف. فقالت لهم اول شيء البنات لانهم كانوا جميلات، قالت لهم انتم تلطمون تخشون وجوهكم ما تفتحون وجوهكم كلش ولا تتكلمون ولا كلمه، وانت يا سعود ما تتكلم، انا بس خلوه انا اللي اتكلم. فهي بادرت يعني انه هي اي كانت تبي تحميهم وتحميهم يعني ما شاء الله. بالاضافه الى يعني انها ام الاسرى انه عملت مراسله بالدرجه الاولى، يعني هي بوش المدفع دائما. اي كانت ما شاء الله عليها، هي في المواقف هذه تطلع واحده ثانيه، تطلع قوتها وشجاعتها وما تخاف شيء يعني. فيوم نزلوهم يعني ما نزلوهم وصلوهم، قالوا لهم نزلوا، قالت ما ننزل ولا احد فيكم ينزل. هم في الطريق طبعا كل المكاتيب حطوهم في مطارة الماء اللي كانوا يشربون منها،
كلهم حطوهم في مطارة المي، والمفاتيح اللي قطوهم من الجامعة، وبعدين تخلصوا من كل شيء ممكن يدل على انهم جايين من برا. ويوم قالوا لهم انتوا وش حق يعني جايين داخلين، كان تقول لا احنا كنا بنطلع من الكويت من حاشين، ها بس ضيعنا الدرب، مو جايين من برا، احنا اصلا في الكويت فكنا نبي نطلع. يعني تداركت الموقف. اي فقالت لانه صعب ان الدخول، قالوا لهم هذا خطر. المهم انه يعني حاولوا فيهم كل الامكانيات ان ينزلونهم، ما نزلوا كلش. يعني تقول يعني اللي صار صار، يعني في اشياء كثيره صارت وهم داخل السياره بينهم وبين بعض وينهاروا، واللي هذا يعني شيء صعب. اي يعني وكان ولد خالي بعد كان وقتها كان مريض ومو متحمل. فالمهم الحمد لله يعني الله عداهم، واللي قولهم واحد رشوه بالاشياء اللي عندهم، كان عندهم فلوس شويه وكذي، فعطوه رشوه وخلاهم يمشون وراه وهربهم وراحوا الكويت. دخلوا يعني اول ما وصلوا نزلت، كنت انا مع زوجي وعيالي ونزلت البيت، احنا كنا قاعدين برا، نزلت متثاقلة مو قادرة توقف حتى على ريولها، بالغصب ريولها كانت شايلتها. اي شايلتها، اي والله من التعب ومن الاعصاب والحرقة الاعصاب اللي كانت فيها طول الفترة اللي فاتت. لان هي من سمعت الخبر دخلوا في سبتمبر، اول اسبوع من سبتمبر اذكر 4/7 شيء كذي، 6 يعني كان في هذا الحدود. فدخلت وما تصدقت انها تطمن علينا، وراحت بعدين بيتها علشان تطمن على اختها واللي باقين من الاهل. يعني كان شيء صعب يعني ان دخولها وقرارها انها تدخل مره ثانيه. والحمد وكيف لله. وكيف كانت تتوصل المؤن والمعونات في هذاك الوقت للاسرى الموجودين بالعراق؟ قبل الاسرى طبعا خالي الله يرحمه عبد الحميد أخوها كان ولده مأخوذ من 3/8، ما يدرون وينه، قاعد يدور يدور ما قدر يحصل نتيجة يعني ولا كو أي معلومات مثل اللي راحوا. فكان في نفس الوقت زوجته الله يرحمها كانت مريضة في المرض خطير وفي المستشفى، ويوم العراقيين طلعوا كل المرضى، فطلعوها من ضمن المرضى اللي طلعوا. ما كان في امكانيه ان يعطونها اي شيء، لا ادويه لا مسكنات لا دريب، لا ما في تغذيه. فاضطر انه هو يسافر، يعني يطلع من الكويت، وخاصه ان عنده كان واحد من عياله مقاومه وبيصيدونه طاحوا عليه، فسلكوا طريق الخروج مع الباجين الكويتيين وطلعوا. ووصى امي واخوها علي اللي هو اخوه ان يدورون خالد ولده، كان هو في سلاح الطيران رائد طيار، وخلت هذا على عاتقها تقعد تدور وتبحث ايه ويا خالي علي. بس كانت في وقتها بدوا يجيبون فلوس حق الكويتيين في مؤن اكل توصل لهم من جمعيات من اي مكان، كانت تاخذهم هي ويا سعاد اختها ويروحون المنطقه العاشره. هناك كان في ناس تحتاج فلوس، تحتاج اكل، تحتاج مساعدات، فكانوا يروحون هناك يغطون هذيك المنطقه. كانت هي صاحبه كيس الاسير؟ اي هي كيس الاسير، هي اللي لما شلون بدا كيس الاسير؟ هي مو كانت تدور ولد اخوها؟ بعدين لقوا انه هو في جس سجن بعقوبه، عرفوا. راحوا بالمطار هي ويا خالي علي، ركبوا الطياره من قاعدة علي السالم والخطوط طبعا العراقية، فراحت هناك حقه في السجن وشافت الحالة مزرية، تقول شفتهم ضعاف وهزيلين وبردانين، كان وقتها في نوفمبر اعتقد اللي لقوهم طاحوا عليهم، فكان برد ويواعوا وحالتهم حالة الضيم. فراحت السوق وشرت بطانيات، شرت سجاد، بسط، شرت اكل، شرت يعني. شرت الدفايات اللي على الغاز او الغاز او شيء كذي من هذا. فراحت
حاولت كثر ما تقدر بالفلوس اللي عندها انها تعطي كثر ما تقدر اي شيء، اي شيء تسوي. لما رجعت كان تبلغ اللي في الكويت ان حالتهم كيت وكيت، يعني محتاجين، فما قصروا، في ناس كثير تفاعلت مع الموضوع. ففي حريم اللي تعرفهم كلهم ربعها، بنات الغانم وبنات المطوع، البدر، خوات رجاء وعواطف. ما شاء الله. طبعا يعني لما يكون في غزو ويكون في ظروف قاسية، يعني كل هذه الفروقات تسقط ويبقى الإنسان يعود إلى أصله اللي هي الإنسانية ويعود إلى وطنيته وهويته. نعم دكتورة، حوارنا ما زال مستمر معكم مشاهدينا، ونطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، نكمل حديثنا دائما عن أم الأسرة. دكتورة كلمينا أكثر يعني علاقتك فيها، يعني وكيف كانت العلاقة بينكم وشنو خديتي منها؟ يعني بالنسبة حق أمي، يعني هي وايد منفتحة أكثر مني على الناس وعلى المجتمع، على أني أنا يعني ما أقدر أقول أنا مجتمعية، أنا اجتماعية، لكن هي غير، هي مبادرة. هي تروح وتتعرف على الناس. يعني حتى أذكر ولدي يوم كان صغير كان في ربو، فندخل وايد المستشفى. أتذكر أن أنا أقعد يومين ثلاثة أيام مع ولدي وأطلع ما أعرف أحد من اللي حوالي. مرة كنت أنا ما أقدر أروح، فقلت لها العصر هذا روحي أنت ما بد علي، علشان أنا كان عندي شغل. رجعت لقيتها تعرف اللي في الجناح واللي في الغرفة وتسلم عليهم، وشلون أمك وشلون ذاك. فيعني هي كانت مختلفة في التعامل والتواصل مع اللي حواليها، كانت ودودة وخلوقة يعني أي جدا، وكانت يعني سوالفها وقعدتها وايد حلوة. الكل اللي يعرفها يحب قعدتها ويحب سوالفها وأسلوبها بالكلام وطريقتها، كانت جذابة يعني أتراكتف في حتى كلامها وأسلوبها. كانها كان ما شاء الله حلو، وطريقة سردها في أي شيء بتقوله مشوق، يعني تحسين غير غصب ودمها خفيف، كانت بعد تضحك. فكانت يعني ما شاء الله عليها محبوبة، يعني عندها وايد صديقات، وايد معارف، وايد ربع. فكانت يعني تقريبا يمكن فترة بعد الكويت يعرفونها. فكانت مو ما أقدر أقول أنا خذيت منها، لأن هي كانت شيء ما أقدر أوصل له يعني صراحة، بالاجتماعية هذه اللي هي فيها والروح والنفسية. فأنا كنت أكثر شغل، كنت علم وعمل وعيال وتربية وبيت، فكنت أنا وايد مشغولة في هذه الأشياء. هي كانت بما أنها كانت موجودة فبتغطي هذا الجانب اللي هو جانب اجتماعي حتى أكثر. هي صارت اللي تفسح عيالي، هي اللي تحب توديهم الكويت القديمة، وتوديهم ما أدري وين، تركبهم تكرمين حمار وتوديهم البحر، عندها كان شاليه، وكانت توديهم تسيحهم في الكويت كلها. يعني هم عيالي يعرفون الكويت أكثر مني، من كثر ما وهم صغار كانت تحب تأخذهم وتوريهم الكويت، تحب توري حتى لو يونها ضيوف، تحب توري الكويت وتحكي عن الكويت، تحب الكويت تموت عليها، تحكي لهم القصص الكويتية القديمة، كل شيء كل شيء كل شيء ما شاء الله عليها، التراث وكل شيء يعني. وقصصها هي في بيتهم وايام الديرة يوم كانوا صغار وشنو كانوا يسوون، وابوها، وكانوا يعني تكرمين عندهم حوش البقر وحوش الغنم وحوش الديار. اختلفت كويت الماضي عن كويت اليوم؟ اختلفت كثير ولا؟ طبعا اختلفت وين يعني، هذا على اللي اسمعه من امي قبل، يعني كان شعب مو بس مسالم، عايش في سلام، هو عايش في سلام، فكانوا طيبين على الفطرة وخلوقين للحين. اي يعني الحمد لله للحين احنا تلقين الاصل الجوهر مال الكويتيين، اللب مالهم طيب لا زال يعني الحمد لله. لكن انا اعتقد ان عقب الغزو اكثر الاحساس بعدم الامان صار داخل كل انسان، لان جات صدمه ما تعالجوا منها. ما اشوف انا ان احد التفت حق هذه النقطه. فالكويتيين
من عدم الإحساس بالأمان صاروا يبون يجمعون فلوس أكثر، صاروا يبون يوفرون حق عيالهم أشياء، الماديات دخلت طغت علينا، فصارت مثل اللي أخلاقياتهم شوي صارت عصبية، دخل علينا مثل كل المجتمعات الثانية. دخل هذا عصر علينا. السرعة دائما خلي الواحد يعني عصر السرعة وعصر المادة وعصر العنف وعصر أشياء كثيرة، فإحنا من ضمن هالمجتمعات، لكن الكويتيين يظل داخلهم الطيبة والأصل والأخلاق والمعدن يعني. الأصيل يعني تطلع على حقيقتهم هذه لما تتواصلين معاهم كإنسان وكبشر تلقين لا الطيبة لا زالت القديمة موجودة، بس الدنيا ما أخذتهم. صحيح. نرجع لفترة التحرير، شنو سوت أم الأسرة رحمة الله عليها؟ خليني أقول لك قبل لا نروح على التحرير شلون كانت تروح حق الأسرة، يعني هي شلون كانت تدخل لهم الى قلب السجون، يعني هذا يعني اخطر شيء يعني اللي كانت تسويه في الغزو، اللي هو راحت داخل العراق لاربع سجون، الرمادي والموصل وتكريت وبعقوبه، جمعت التبرعات، طبعا شركه الوزان جابت التغذيه والقصدي المعلبات والاغذاء والمكرونه والمدري شنو كل اللي عندها في المخازن جابتها اعطتها حق امي تحت تصرفها تحت باسات وتطلع فيهم اي، وناس الغانم فتحت الصيدليه مالتهم، صيدليه الغانم، الادويه الكل شارك اللي يحتاجونه، كان يعني فيهم مرضى سكر، كان فيهم مرضى ضغط، كان فيهم مرضى صرع، كان فيهم كثير من الامراض، يعني هي صدمه لحالها تجيب يعني. اي فولد اخوهم قال لهم ان فيها الكثر نواقص، راحوا وما يعوضونها، كل مره يعني يودون اكياس كثر ما يقدرون يدخلونها حق الأسرة، فكان الكيس يحتوي على فرشه وصابون ومعجون وملابس داخليه مستلزمات اي وشربات والهدوم اللي ممكن جاكيتات او اي شيء كذي، وهذيلا كانوا يوفرونهم لهم بعض الافراد والشركات اللي موجوده بالكويت اللي تبرعت فيهم، وفي بعضهم لا تشتريهم هي مع خالي من الفلوس اللي تدخل لهم من برا حق الكويت، يشترون حقهم الاغذيه والسكر والشاي والاشياء هذه كلها، حتى مال الحلاقه ومعجون الحلاقه والصابون، دفايات اللي قلنا على الغاز والبطانيات والاشياء اللي ممكن يحتاجونها هم كرجال. بعدين توزع يعني البطانيات والاشياء هذه في كل سجن تروح له، بس دخولهم كان وايد صعب، يحتاج تجهيز، كانت تروح هي ويا خالي يسوون التراخيص ويجيبون معاهم ناس علشان يسوون الرحلة حق زيارة الأسرة، مو بس اثنين رايحين يودون تبرعات. فكان معاهم شباب ما شاء الله يتعاونون معاهم اللي هما مبارك العدواني، فوزي الجودار، فوزي المسلم، كان في بعد ما أنساهم وائل الصانع، في الله يرحمه مكي القلاف الفنان القدير هذا، وكان في وليد البعيجان، يوسف الصايغ، هذول اللي انا يعني قدرت اتذكرهم مع خالي اللي كانوا يروحون. يبون حريم اللي هم عندهم اسره ياخذون لهم تراخيص وياهم، وفي حريم يبون يروحون يتصلون تلفونات عشان يكلمون اهلهم برا فيترسون الباص. سووا اربع رحلات بهالشكل، يروحون مره طبعا ينزلون في بغداد ينزلون الحريم وكذي، وبعدين يروحون السجون الثانيه يودون اللي جهزوا حقهم بالتبرعات والناس اللي عندهم أسرة هناك، ويجيبون منهم مكاتب حق الناس اللي ما راحوا. في بعض الأسرة يعني بعد قلبي لما يعطونهم فلوس يقول هذا الفلوس ودوهم حق اهلي، فيروحون حق اهلهم ويعطونهم زياده فلوس، يعطونهم مؤن، يعطونهم يسدون حاجتهم، وياخذون منهم مكاتب حق الاسره يودونهم لهم مره ثانيه. فكانت هذه يعني رحلات تقريبا يمكن اربع او خمس يمكن رحلات راحوها بهالشكل هذا، والحمد لله يعني قدروا ان يرفعون من معنويات الاسره، ولما حتى يروحون حق اهل الاسره
كانوا يرفعون من معنوياتهم، كانوا يطمنونهم عليهم ويقولون لهم انهم زينين وبخير وكذا، عشان هذيلا كان يعني اكيد قلبهم متقطع يعني نفسيتهم اي يعني عيالهم في سجن في العراق، هذا كان بحد ذاته هذا يسوي سكتة قلبية يعني. فالحمد لله الله يعني جبر بخاطرهم وتحررت الكويت الحمد لله بفضل الله، يعني كانت لقمة في حلج الأسد، والله سبحانه الوحدة بس اللي طلعنا وسخر لنا العالم كله يعني الحمد لله. بالتحرير يعني تذكرين شلون تصرفت الوالدة يعني لما سمعت أنه خلاص الكويت والأسرة طلعوا بعد ما طلعوا الأسرة؟ طبعا أمي وقفت الرحلات في الغزو لأن بلغوا عنهم وقاموا ياخذون المقاومة، وبعدين صاروا ينطرونهم يم الباب، بلغوهم هي ويا خالي ان قاعدين يراقبون البيت، راحوا قعدوا في بيت صديقة عندهم في المنطقة. اللي صار ان هذا يعني خلى امي يعني تغضب اكثر ان يعني منعوها انها تكمل وكذي، وصار لها مواقف مع العراقيين. المهم ان لما صار التحرير امي مثل اللي تنفست صعداء مثل كل الكويتيين، فقامت تلتفت حق اشياء ثانيه ما حد كان يلتفت لها، انه كان ظلمه وكان الحرائق ترس الكويت وماكو كهرباء ماكو اكل ماكو ماي ماكو يعني كل هالاشياء فاقدينها، كان الواحد يدوبك يوقف في طابور عشان يلاقي التنكر. هي فكرت في الشجره اللي في الشارع لأن طول فترة الغزو ما في أحد يسقي، فشافتها قاعد يموت خافت على الشجر يموت، لأن هذا إحنا يعني كنا تونا في التخضير. خذت التناكر الماي وهي ويا الحريم اللي كانوا وقت الغزو يشتغلون واللي دخلوا عقب التحرير، كانت رائدة في فعل الخير. إيه طبعا ما شاء الله كانت أقولش عندها مبادرات يعني غريبة يعني ممكن هي كانت تشوف أشياء يعني ما كان يشوفهم يعني الناس، ما حد كان ينتبه حق الأشياء هذه، هي ما تفكر في نفسها كثر ما تفكر في اللي حواليها، كانت تفكر في أشياء كثيرة. هذه سمة الأم شفتي؟ اي والله الامهات كلهم من كثر ما هي اصلا يعني حنت على الأسرة، الأسرة هم يسمونها امنا، فيحسون ان كنا امهم زايرتهم اللي ما كانوا اهلهم موجودين ولا كانوا يقدرون يوصلون لهم، كانت هي ام الأسرة، وكانت بعد حتى صارت ام الشجر وام الكويتيين وام اللي جايين من برا، يعني خدت هذا اللقب عن جدارة الحقيقي يعني. اي والله الله يرحمها يعني انا مهما اقول ما اقدر اوفي، لان الكلام هذا السريع ما يعطي الامور حقها. في احنا يعني كثر ما نقدر انه نقرب نتعرف عليها اكثر. اي ما قصرتوا جزاكم يعني الله خير، بعد كنت اكثر وحده راح تكوني يعني مؤرخه يعني بكل ما اوتيتي انك تأرخين لفترتها. اللي ارخ صدق هو خالي علي اللي كان معاها بالفعل، لان انا كنت في بيت وهي في بيت، وكان بعدين ما في تواصل وايد انا مع امي، كذا مره اروح لها اساعدها في تجميع الكيس مال الاسير والتبرعات وهذه، لكن ما اقدر اسافر، انا كان عندي عيال صغار وكان عندي المرضى اللي حوالي، وكنت انا اشتغل شغل مختلف يعني. ف يعني امي هذه يعني ام الكل كانت، يعني ما كانت بس انا، يعني كانت حتى حق خواتها حقتها الصغيره اللي كانت رايحه لها هي كانت امها، كانت ام اي مكان تسكن فيه اي مكان تروح له. لفت انتباهي دكتوره احلام شيء، انه قبل أن نجي على الحلقه بغيت يعني سويت بحث صغير حتى اعرف اكثر عن ساره الصايغ أم الأسرة، لكن وجدت يعني أنه في بس مقالات يعني مقتضبة، ما وجدت أنه في مثلا صفحة خاصة فيها، خاصة في الأعمال الخيرية اللي كانت تقوم بها، أو على الأقل يعني مدونات معرض صور صغير. ليش ما في هذا الشيء؟ يعني عقب التحرير ما كان في إنترنت ولا كان في أي شيء، وكل واحد قاعد يكتب التجارب مالته اللي شافها اللي يعني عاشها. احنا بالنسبه لنا يعني مو كتبه، ما انا اكتب يعني مو كتاب،
يعني كل واحد راح لها في شغلة. أمي ما كانت تشتغل حق الكويت علشان تنطر مقابل، بس يعني هو بصراحة كان المفروض أنها تنذكر في المقابلات، في الصحافة، في أي شيء، لقاءات، يعني بغض النظر عن أنها يعني ما كانت اللي متواجدة في الإعلام، لكن ما صار هذا، صار في يمكن لقاء احنا من بس جهتنا قاعد نسوي اللي نقدر. هذه يعني لا، هذا عقب التحرير، يعني حتى الامكانيات ما كانت وايد. اذكر حبيبتي واختي الاعلاميه وصديقه امي منى طالب لدهام كتبت فيها نثر او شعر، وفي كتاب كم واحد بعدهم كتبوا، كم واحده كتبوا كذي مقالات في الصحافه، وبعدين يعني راحت الدنيا خلاص، خذتنا في الدوامه مالتها. لكن هي لما سمعت ان الأسرة خلاص طلعوا وراحوا يجيبونهم، قالت الا اعزمهم كلهم على العشاء تسوي لهم تكريم حقهم، فخذت ترخيص من الحديقه العامه اللي كانت يم بيتهم بالضاحيه، وحطت خيام شراع وبيوت شعر، فأجرت كلها على نفقتها، وسوت بوفيه عشاء كبير. كان الله يرحمه بعد عبد العزيز العلي، كان هذا عنده مطعم النخيل. اللي احنا شرفنا على يعني هالفقره انه تنتهي. فدكتور احلام، عندك كلمه اخيره تقولينها بهذه المناسبه لكل امهات الكويت؟ والله امهات الكويت على عيني وعلى راسي كلهم، والله يرحم الاموات ويطول في عمر الاحياء، يعني الام ماكو مثلها، بس يعني يا ريت تهتمون اكثر في عيالكم وفي الكويت بالذات، يعني هذه امنا كلنا، والله ان شاء الله يحفظ الكويت وحكامها واهلها وشعبها، ويهدينا ويصلحنا ويوفقنا والدول العربيه كلها يا ربي، اتمنى لهم الاستقرار، واتمنى ان احنا ربي يحفظنا كلنا ان شاء الله يا رب. واشكركم على هذا اللقاء صراحه. مشكوره، وتشرفنا بوجودك معنا دكتوره احلام محيسن. كنا في هذه الفقره الاولى من برنامج اليك، فاصل قصير ونواصل الحديث. نرحب فيكم مشاهدينا مرة أخرى، ودائما نبقى مع المرأة وإنجازات المرأة، لكن هالمرة ضيفتي سوف تكون من الخارج. نطالع هذا التقرير ومن ثم نعود. من 2008 دخلت التصوير، خذيت فيها أساسيات، بعدين من 2010 طورت إلى دبلوم تصوير، وبعدها امتهنت مهنة التدريب. حبيت مجال التصوير والتدريب، بالتدريب شفت متعة فيه أكثر، لأنه قاعد أنشر ثقافة التصوير بشكل الناس تحبها وبسهالة، لأنه شايفين التصوير شيء صعب، أنا أبينهم أن التصوير شيء سهل، ومهما أعطيت المعلومات حق الشخص، آخر شيء يعتمد على ذوقه وشنو هي فكرته. صراحة أنا حالياً أول سنة أدرب رجال، النساء يعني دربتهم، أنا أشوف فئة من العمر أسهل، الفئة هذه تكون من 10 سنين ل 18 سنة، فئة جداً يعني سلسة بالتقاط المعلومة. من ناحية التصوير أنا شايفة أن التصوير قاعد ينتشر مجالاته، ما قاعد ينتشر بشكل عشوائي، هذا اللي شايفته. يعني مثلاً عندنا تصوير مجال الإعلان، مجال مثلاً الأكل والاستوديو والفاشن هالأمور كلها، غير أن مجال السيتيسكيب واللاندسكيب بروح، مجال بورتي، الحين في عندنا فئات وايد بالتصوير، فئة تهتم بالمسابقات، فئة تهتم مثلاً أنا أطلع مشروع بروجكت حق الناس تشوفها، فيها فئة هم تهتم بفن التصوير كفن، كلوحات تنعرض. ما
وظيفتي لما اي ادرب المتدرب او المتدربه هي تكون فاهمه المعلومات بس مو مرتبتها بشكل يعني ان تفهم الكاميرا بشكل اسهل وادق، يعني من ناحيه ان الفوكس لازم ناخذه من الشتر والابرتشر والايزو شنو هم بالضبط، ومن ناحيه ان تحط الاعدادات الصحيحه للصوره بشكل صحيح تطلع لها. انا كل ما عاد صريحه يعني هو التصوير اول شيء الصوره لازم تطلع صح من الكاميرا، وثاني شغلة احنا اول كان عندنا غرفة تحميض، فغرفة التحميض هي الحين شنو برامج التعديل مثل الفوتوشوب واللايت روم، فبرامج التعديل لازم الحين حاليا انه يتعدلها يا انه بشكل عميق او بشكل بسيط انه شنو يعدل الصورة بحيث انه يقدر يحمض الصورة ويطبعها بشكل صحيح. وايد ناس حابين يتعلمون التصوير وخصوصا في مجالات الحين مشاريع، كل مشروع لازم يتصور، كل مشروع لازم يتوثق، كل مشروع فالمشاريع الحين قامت تصير ان احنا بنوثق اي مشروع قاعد يطلع او اي شيء قاعد يطلع بالكويت لازم يتوثق او يتصور، ف يعني الناس اتجهوا حق التصوير عشان تظهر مشروعها مثلا، تظهر مثلا خدماتها، تظهر هي حياتها اليومية بشكل حلو. اللي تي اللي تقولي أنا بصور حق الانستغرام، لا أوكي تصورين حق الانستغرام، فهل تستخدمين هذا التصوير بما أن أنا مجال تصوير أكل؟ أسألها هل راح تستخدمين هذا بالويب عندك بالسايت عندك؟ تقولي إيه، فأقولك حياك الله تفضلي صوري عندي. بس إذا قالت لي والله أنا بس بستخدم حق الانستغرام والمنيو هم أقول لها حيا الله، بس كانستغرام أقول لها والله كافي عليك الأجهزة الذكية مثلاً أن تصور فيهم وتوثق، وحالياً أهم أنا قاعدة أعطي ورش على الأجهزة الذكية كيفية التصوير بالأجهزة، لأن الأجهزة الذكية يعني غنتنا عن أمور وايد، غنتنا عن الكاميرا أن نشيلها تقلها من مكان لمكان. أول شغلة أنا ما كنت متخصصة أول سنة، ثاني سنة ما تخصصت، ثالث سنة حبيت الستيسكيب تصوير الستيسكيب، بعدين حبيت الستريت، كنت أتخصص المجال سنة ونص سنة ونص لما أتشبع منه وأعرف تكنيكات عدل، بعدين أنتقل حق مجال ثاني، بعدين أنتقلت حق لونج إكسبوجر، آخر شيء مجال الأكل. الحين كبزنس إن أدور شنو أنا بصور وكتجربة حقي بتصوير الأكل حبيته أولاً قبل يصير بزنس. ثاني شيء حبيت اتعامل مع الناس من ناحيه ان اصور الاكل كاطباق فقط. ومجتمع الخليج يحبون بناتهم ان التدريب عن طريق متدربه الاغلب، خصوصا اذا كان يعني بناتهم او زوجاتهم روحي حق متدربه. الإنسان إذا بيصور لازم يطور من نفسه أساس إنه يوصل حق الشغلة اللي يبيها، يحط له هدف إنه شنو أنا بوصل. في العلم والتطور ما يوقف، فأنا لازم أتطور مع التطور ومع العلم، مستحيل إني أوقف. إذا أنا وقفت مفروض أوقف عن التدريب، لازم يكون مثل أبديت حقي إني أخذ المعلومة الجديدة وأقدمها حق المتدربين والمتدربات أساس إنه أكون كفيت ووفيت بالتدريب. أنا كبنت كويتية أول ما صورت ديرتي وحبيتها وصورت كل زاوية من ديرتي، لهذا يومك اللي يطلب مني صور حق ديرتي أعطي على طول، من ناحية التلفزيون ما تلفزيون كلهم، حتى البنك المركزي وهالسوالف كله أعطيتهم. بس إن أبلش أنا بديرتي بعدين أبلش بديرة ثانية ما عندي مانع، أي واحدة عندها طموح وحابة تحققه ما توقف، حاول كثر ما تقدر تحققه.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إليك. أشكر ضيفتي الكريمتين الدكتورة أحلام المحيسن وزينب عبدالله. إلى حلقات أخرى ونراكم بحول الله.